تمكنت عناصر الدرك الملكي بسوق الأربعاء الغربي بمعية القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة من إحباط عملية تتعلق بالهجرة الغير الشرعية، وذلك صباح يومه الأربعاء 10 من غشت الجاري. وبناء على معلومات وتتبع محكم، فقد تم توقيف ما يفوق 20 شخصاً للاشتباه في تورطهم بشكل مباشر في عملية الهجرة السرية الغير المشروعة. ووفقاً للمعطيات التي توصلت بها جريدة العالم 24، فقد تم توقيف المعنيين في حالة تلبس عبر المسالك البحرية في الخناش البحرية التابعة لولاد عياد ضواحي سوق الأربعاء الغرب، فيما أسفرت عملية التفتيش والمداهمة عن حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في الهجرة السرية، منها قارب مطاطي، دراجات نارية والبنزين. والجدير بالذكر أن أغلب الموقوفين ينحدرون من ضواحي القنيطرة، سيدي قاسم، سلا وسيدي سليمان. وللإشارة، فإن عناصر الدرك الملكي بسرية سوق الأربعاء الغرب تقوم بمجهودات كبيرة وتخوض حرباً ضد كافة الأنشطة المشبوهة وسط تنويه وإشادة لساكنة الغرب.